ناحيه الموديلنج، من ناحيه التولز، من ناحيه التكنولوجي. بس ده هيكون المحاضره بتاعتنا النهارده عن ازاي ان احنا في خلال العمليه بتاعت البي اي ام، يعني زي ما احنا ممكن يكون في ناس مننا عارفين، يعني خلينا نسال كده السؤال الاول عشان نبقى عارفين المحاضره هتمشي ازاي. يعني اللي عنده باك جراوند اللي شغال يعني بي اي ام يكتب لنا بس كومنت بي اي ام، واللي شغال جي اي اس يكتب لنا كومنت جي اي اس، واللي شغال يعني الاثنين يكتب لنا الاثنين. نعمل كده بس سيرفي سريع عشان نعرف الحضور الباك جراوند بتاعتهم. يعني تقريبا كده بمعدل الإجابات اللي موجودة في الشاتنج احنا عندنا بنسبة مثلا 40-40 بيم و40 جي اس، و20% تقريبا شغالين الاثنين او اتعرضوا للاثنين. كويس جدا. طيب واحنا شغالين، احنا يعني واحنا الفوكس بتاعنا النهارده هيكون اكتر على الجزء بتاع الجي اس وازاي ربطه مع الجزء بتاعنا، مع الجزء بتاع البي اي ام از بروسيس. بس احنا برضو هنتكلم عن يعني ايه ده ويعني ايه ده عشان خاطر الناس اللي جايين من باك جراوندز مختلفه. طيب انا اسمي هشام جوان جعفر، اشتغلت في عدد من الاماكن. حاليا انا كو فاوندر وشغال في كوميونتي تريننج هاب. هو كان حاليا بعد حتى الكورونا بقى توتالي ايماجينري، ما بقاش في فيزيكال يعني بيس، احنا خلاص بقينا توتالي اونلاين، كلها كورسز اونلاين انتراكتيف. وانا مسؤول عن الجزء المتعلق بالاركتكتشر والانجنييرنج والكونستراكشن، والجزء بتاع اللي ريليتد بالتكنولوجي زي ما هنتكلم في السلايد الجايه في شركه كواليتي ستاندرد فور انفورميشن تكنولوجي. الحمد لله قدرت ان انا اشتغل في بعض المشاريع مع بعض الجهات في مصر وفي الشرق الاوسط وافريقيا. هي شغلتي بتتمحور حوالين الكلمتين دول، اوتوميشن اند ديجيتاليزيشن. يعني ايه اوتوميشن سريعا؟ يعني ازاي تخلي بروسس معينه تحصل اوتوماتيك. فانا كان عندي في بروسس معينه تحصل بتاخد 10 خطوات، العشر خطوات دول بيتكرروا، فاحنا دورنا ان احنا نخلي نوفر الوقت بتاع التكرار، نوفر الجهد الذهني والجهد البدني للمهندس لمهام محتاجه تفكير اكتر، ونخلي الحاجات التكراريه ان هي تبقى تتعمل اوتوماتيك. ده الاوتوميشن. الديجيتاليزيشن ان الشغل اللي كنا متعودين ان هو بيتعمل مانيوال نقدر نعمله بنفس يعني نفس الحاجه نفس التارجت بس بشكل ديجيتال عشان نعلي الافشنسي بتاعته، عشان خاطر نزود الاكيورسي، عشان خاطر يبقى فيه دقه اعلى، يبقى فيه وقت ضايع اقل، يبقى فيه تواصل احسن عن طريق ان البروسس بتاعتنا دي تبقى ديجيتال. وندخل في الموضوع بتاعنا على طول. المشروع اللي قدامنا ده المفروض ان دي كيس حصل بالفعل في مشروع، ان كان عندنا في كوبري، والكوبري ده المفروض ان هو هيجي عند نقطة معينة. يعني هو المفروض ما بين بلدين، ومفروض عند نقطة معينة هيجي هيبقى في نقطة تلاقي ما بين الجزء اللي شغالين فيه على اليمين والجزء اللي شغالين فيه على الشمال. اللي حصل وقت اللحظة اللي المفروض يكون فيها التلاقى ده يحصل، لقوا ان عندي كان في مشكلة. يعني من شكل الصورة كده توقعوا ممكن يكون المشكلة كانت فين.
اوكي ماشي. حساب خطأ فيه نقطة تلاقي. اوكي بروجكشن ماشي. اختلاف نظام احتساب ده حقيقي. مظبوط ده حقيقي، ده اللي حصل فعلا. ان احنا شغالين، احنا حاسبين النقطة مظبوط، عارفين ان احنا المفروض نتقابل في اي نقطة. بس انا شغال بنظام احداثيات مختلف عن التيم التاني، النظام الاحداثيات اللي شغال بيه التيم التاني، وبالتالي ما بقاش عندي فيه نقطة التلاقي، ما بقتش مظبوطة، فبقى عندي فيه المشكلة اللي حصلت قدامنا. طيب مشكلة زي دي بتحصل دايما، ان انا بيكون عندي الجزء بتاع الديزاين منفصل عن الجزء بتاع البلاننج، او خلينا نقول الجيوغرافيك كونتكست، المحيط الجغرافي. يعني انا عندي في الاستراكشر والتعامل مع الاستراكشر مفصول عن المحيط بيه، ما عنديش حاجه بتعمل لي سيميوليشن لشكل العالم الحقيقي، انكلودنج التوبوغرافي زائد الاستراكشر الجديد اللي بيتعمل. دي رسمة تانية ما اعتقدش ان هي فيها مشكلة، عادي. انا عندي في ملعب وفي متخطط بشكل معين ومحطوط بعض المقاسات، بس الحقيقة لما جينا ننفذ الملعب ده لقينا ان في عندنا مشكلة تانية خالص، برضه متعلقة بان انا مش اوير ب يعني المرة اللي فاتت كان عندي مشكلة في الاحداثيات، لكن المرة دي هي حاجة ليها علاقة بالسبيس اللي انا شغال فيه، لكن مش بالإحداثيات. أنا عندي كل حاجة نزلت مكانها، أنا عندي اللوحة مظبوطة، بس الشكل بتاع الأرض كان مش مناسب ليه إن هو يتعمل عليه ملعب. زي ما إحنا شايفين كده، أنا عندي قطعة الأرض اللي معمول عليها الملعب عاملة زي موجة، هي لا تصلح إن هي يتعمل عليها الملعب بالشكل الموجود حاليا. كل ده بيحصل ليه؟ أنا عندي فيه الداتا بتاعت الارض، عندي الاحداثيات، عندي البيانات اللي موجوده عن السبيس، عندي لو انا بتكلم على ستراكشر فانا عندي الديزاين بتاعه، عندي حسبت، عندي الشوب دروينج، وعندي الكميات، وعندي كل حاجه، بس عندي الاثنين مفصولين عن بعض، فده خلى عندي فيه مشكله. طبعا يعني احنا غصب عننا واحنا بنتكلم عن الجي اي اس في المشاريع الهندسيه نلاقي نفسنا بنروح شويه ناحيه الانتجريشن، لان في الاخر الصوره اللي احنا عايزين نوصل لها، احنا عايزين يكون في سيميوليشن للحاجه اللي هتتنفذ في الحقيقه موجوده عندي في السوفت وير، عشان وقت ما اجي انفذ ما الاقيش المشكله اللي حاصله قدامي دي. يبقى انا عندي، انا شايف كل حاجه مظبوطه وكلنا عندنا نفس المعلومه من سنجل سورس اوف تروث، مصدر واحد للمعلومه، عشان خاطر لما نيجي ننفذ ما نرجعش نقول لا ده انا كنت شغال بنظام احداثيات وحضرتك شغال بنظام احداثيات. فالناس اللي جايه من باك جراوند بي اي ام عارفين ان البي اي ام توتالي هو عن الكوميونيكيشن. اتفضل يا باشمهندس. في حد رفع ايده؟ ايه هو الجي اس؟ الجي اس هو اختصار ل جيوغرافيك انفورميشن سيستم او جيو سبيشال انفورميشن سيستم. عندنا هنا عايزين بس حد رسم على البورد. جيوغرافيك انفورميشن سيستم يعني نظم المعلومات الجغرافيه عباره عن ايه؟ هو نظام معمول علشان اقدر ان انا اجمع، اخزن، اتعامل واعدل على البيانات، زائد ان انا اقدر اعمل عليها بعض التحليلات عشان خاطر تجاوبني على بعض الاسئله.
وعشان نفهم يعني ليه اصلا في حاجه اسمها جي اي اس، خلينا نفهم اصلا يعني ايه حاجه اسمها اي اس. اي اس يعني انفورميشن سيستم. يعني ايه انفورميشن سيستم؟ يعني في جزء ستورج، في جزء تخزين، زائد عندي في جزء بروسيسنج او اناليسيس. يعني عندي في داتا، والداتا دي انا بشتغل عليها، بعمل عليها بعض العمليات عشان خاطر في الاخر يطلع لي معلومه معينه. الجائز دايما بيشتغل على ان هو يجاوبني على سؤال، على السؤال اللي بيقول فين احسن مكان ابني فيه المبنى الفلاني، فين احسن مكان اعمل فيه الملعب اللي كنا شايفينه من شويه، هل المكان اللي انا اخترته للملعب ده هو احسن مكان ان انا اعمل فيه الملعب ولا لا، هل المكان ده هيصلح ان هو يكون اعمل فيه الشبكه، نوع الشبكه الفلانيه ولا لا، هل المكان ده هيحصل فيه نوع من انواع السيول ولا لا. كل ده بيساعدني في الاجابه، كل الاسئله بيساعدني في الاجابه عليها هو الجي اي اس. فين اقصر طريق، فين اسرع طريق، فين اكبر اقرب مكان، كل دي حاجات بيساعدني ان انا اجاوبني عليها الجي اي اس. و عشان نتخيل كده الجي اي اس للناس اللي مش يعني اللي من جايين من باك جراوند مختلفه، هو زي ما البي اي ام هو كان يعني ستيب زياده ناحيه ان انا يكون من الكاد، من ان انا عندي الكاد نعمل له انريتشمنت او ان احنا نزوده بيه الداتا عشان خاطر نقدر بعد كده نعمل عليه عمليات زي حصر، او زي ان انا اقدر اعمل عليه اي نوع من انواع الاناليسيس او الحسابات. نفس الكلام في الجي اس، فهو الجي اس والبي اي ام هم الصور الجديده من الكاد. الكاد اللي هو بالشكل اللي احنا كلنا عارفينه، ان هو عباره عن شويه رسومات ما بتفهمش داتا، مش فاهمه هي مكانها فين في الحقيقه، هو الاليمنت ده عباره عن ايه، لازم يكون في حد متخصص هو اللي يقرر هو كل اليمنت موجود في الكاد هو عباره عن ايه. وعشان هو جاي من الكاد فهو معتمد برضو على فكره اللايرز، بس اللايرز هنا مختلفه شويه عن فكره اللايرز اللي موجوده في الكاد. اللايرز هنا انا عندي كل لاير في اللايرز اللي موجوده في الجي اس بتعبر عن ظاهره معينه. يعني ايه؟ يعني عندي في لاير بتعبر عن الطرق، لاير بتعبر عن قطع الاراضي، عندي لاير بتعبر عن شبكات الكهرباء، لاير بتعبر عن شبكات الميه، لاير بتعبر عن اللاندسكيب. كل لاير فيهم بتوصف حاجه، يعني فيتشر معينه او ظاهره معينه موجوده في الحقيقه. طيب ما هو ده برضو موجود شويه في الكاد، ايه اللي يفرق؟ اللي يفرق كمان ان انا عندي هنا كل لاير من دول زي ما هي بتعبر عن ظاهره معينه هي ليها جيومتري معين. يعني ما ينفعش يكون عندي في وان لاير فيها نوعين من انواع الجيومتري. طيب يعني ايه هي الجيومتري؟ انا عندي في الجي اس في ثلاث انواع من الجيومتري، مفيش واحد رابع، عندي يا اما بوينت يا اما لاين يا اما بوليجون. فعشان خاطر تقدر تعمل لاير، اللاير بتشيل نوع واحد من انواع الجيومتري، يا اما بوينت يا اما لاين يا اما بوليجون. ما ينفعش لاير واحده تشيل نوعين من انواع الجيومتري. وبالتالي لو انا عندي النهارده بنبص مثلا على حاجه زي جوجل مابس، وبنلاقي ان انا عندي فيه الطرق ببص عليها من فوق كده، فبلاقي ان هي عباره عن بوليجون، عباره عن مضلع وفي اتجاه. اما لو عملت زوم اوت شويه بشوف ان الطرق عباره عن خطوط. طيب ده معناه ايه؟ يعني لو حد يقدر يخمن كده، ازاي انا عندي الطرق دلوقتي موجوده بشكلين، بشكل بوليجون وفي نفس الوقت بشكل لاين، مع ان احنا قلنا ان اللاير الواحده بتعبر عن ظاهره واحده. يعني لما بنتكلم عن الطرق فهي المفروض في لاير واحده، ازاي بقت ليها شكلين او ليها اتنين جيومتري، واحد فيهم لاين واحد فيهم بوليجون. لو حد عنده إجابة يقولها لنا. طيب لو احنا اتفضل يا باشمهندس، يعني لو في حد هيفتح المايك ممكن اتفضل.
السلام عليكم. هو ممكن يكون اقتراح ان هو واحد منهم لي ان انا بعبر عن الاريا بتاعت الطرق، اقدر ألمت الاريا بتاعته ازاي او اقدر احسبها سريعا ازاي، فده اعتقد بالبوليجون. اما الخطوط فهي الليميتس او الرايت اوف واي اعتقد للطرق، فمش عارف هل ده صح ولا غلط. مظبوط مظبوط. طب ازاي يعني الاثنين كده كل واحد فيهم هتبقى لاير منفصل صح كده؟ بالظبط كده. مظبوط، شكرا جدا. نعم فعلا يعني زي ما قال باشمهندس كريم، هو انا عندي كل واحده فيهم، كل لاير فيهم ليها هدف. الاثنين بيتكلموا عن نفس الظاهره، يعني انا ممكن يكون عندي نفس الظاهره ليها تو لايرز، بس لاير فيهم بتعبر عن الاتجاه مثلا، لاير تانية بتعبر عن المساحه بتاعت الحاجه. فيبقى انا عندي في كل مثلا مستوى من المستويات بتاعت الزوم انا مهتم بحاجه معينه، فانا مهتم لو انا عملت زوم اكتر فانا محتاج اشوف تفاصيل اكتر، فمحتاج اشوف المساحه. اما لو انا عملت زوم اكتر فانا مش محتاج اشوف اكتر من الخط اللاين اللي موجود ده. فكده يبقى عندي في تو لايرز، وعن طريق التحكم في الزوم اقدر احدد مين فيهم اللي يظهر ومين فيهم اللي ما يظهرش. باشمهندس سامات، كلام حضرتك مظبوط فعلا، هو بناء على السكيل. فيبقى كده انا عندي فيه، هو الجويس عباره عن مجموعه لايرز، اللايرز دي فيها كل واحد فيهم بتشيل جيومتري واحده، وبتشيل بتعبر عن ظاهره واحده، لكن الظاهره ممكن يعبر عنها اكتر من لاير، وكل لاير فيهم ممكن يكون ليها جيومتري على حسب الهدف اللي انا مهتم بيه. زي ايه كمان ممكن يكون من اللايرز اللي تستخدم في الجي اس عشان خاطر تساعدني ان انا اعرف المحيط اللي انا شغال فيه؟ يعني انا مثلا لو عايز اتكلم على، عايز اشوف المناسيب بتاعه الارض، طب انا عايز اعرف، انا عندي مثلا دلوقتي في الاقمار الصناعيه، وعندي في ريموت سنسنج واستشاره عن بعد، اقدر ان انا باستخدام سنسور او ساتلايت اقدر ان انا اشوف، اطلع ساتلايت ايمج واعرف شكل الارض عامل ازاي. فما يقابلنيش المشكله اللي تحصل بعد كده ان انا الاقي شكل الارض مش مناسب لنوع الاستراكشر اللي انا عايزه، او ان انا هحتاج ان شكل الارض ده يتغير، يعمل له بقى ريبليسمنت او تسويه او ايا كان. بس الكلام ده يتعرف من البدايه. خد بالكم، لو احنا طول ما احنا بنتكلم، احنا بنتكلم حاليا في مرحله ما قبل التنفيذ، احنا في مرحله ان احنا بنجمع داتا، فاحنا عشان خاطر نقرر احنا هنعمل ايه، يعني هنشتغل ازاي، فانا محتاج الاول مثلا ان انا هشوف فين الاماكن اللي انا هعمل فيها الطرق، او دلوقتي بنتكلم الاماكن اللي انا هشتغل فيها دي هي شكل الارض فيها عامل ازاي، وبناء على شكل الارض اللي موجود انا هبدا اقرر انا والله هشتغل ازاي في المشروع. فلو انا عندي ساتلايت ايمج، ده ينفع يكون لاير من اللايرز اللي موجوده في الجي اي اس؟ اه ينفع. ينفع ان انا من اللاير دي اطلع كمان الكونتور لاينز او الخطوط اللي بتعبر عن المناسيب اللي موجوده في الارض اللي موجوده قدامنا. زائد ان انا ممكن استفيد تاني بتطبيق من التطبيقات برضه الريموت سنسنج مع الجي اس، الاستشعار عن بعد مع الجي اس، ان انا ممكن يكون عندي في انواع سنسورز معينه باخد منها الصور، اقدر احدد فيها فين الاماكن العمرانيه، فين الاماكن الصحراويه، فين الاماكن الزراعيه، فين الاماكن اللي معرضه ان هي يحصل فيها سيول، ودي مشكله من المشاكل الكبيره اللي كانت بتواجهنا، اللي يعتبر منها مثلا عندنا في صوره من الصور بتاعتها في التجمع مثلا في مصر، ان انا عندي في مكان معين او مدينه معينه، مبنى معين بيتبني فيه مكان، و مع الوقت بتكتشف ان المكان ده معرض للسيول او مكان تجمعات امطار. فكل ده لو انا من البدايه كان عندي في الموديل بتاعي، في الجي اس موديل بتاعي عندي الداتا دي، كنت عملت حساب من الاول. فاحنا دلوقتي بنتكلم في مرحله البلاننج. الحاجه الثانيه اللي الجي اس بيوفرها لي ان انا عندي في ان انا عندي في كل اليمنت من الاليمنتس اللي موجوده في الماب، كل اليمنت من انا عندي الماب دلوقتي بقت عباره عن مجموعه لايرز زيها زي الكاد، كل اليمنت من الاليمنتس اللي موجوده في اللايرز دي
يكافئوا في جدول صف في الجدول. فلو مثلا انا بتكلم على النقط دي اللي هي عامله زي حرف الاي دي، دي مثلا دي لير، فانا لو قلت ان انا عندي النقطه بتعبر عن ايا كان الظاهره، لو بنتكلم مثلا النقطه ممكن يعني انا ممكن كان عندي في مدينه بيعبر عنها بنقطه، ممكن يكون عبر عنها بوليجون بناء على الحاجه اللي انا مهتم بيها، محتاج بس ان انا اعرف مكانها فين فهي هتبقى بوينت، لو اعرف مساحتها وتفاصيل اكتر يبقى بوليجون. طيب لو انا فرضت مثلا دي مدينه وجيت شفت انها بوينت وهلاقي الداتا اللي محطوطه عليها، طبعا هو هنا دي الحقيقه دي مش بوينت، دي نقط ارتفاعات. طيب ايه الميزه في ده؟ ان انا يكون عندي في كل اليمنت موجود من الاليمنتس اللي موجوده في اللايرز موجود ليها ريكورد في الداتابيز. الحقيقه ان هو ده اكتر حاجه بتفيد في الجي اي اس. الجي اي اس هو احنا طول عمرنا عندنا فيه انفورميشن سيستم، عندنا فيه داتابيزز، عندنا فيه قواعد بيانات، بس قواعد البيانات دي ما كانتش بتبقى مفيده قوي لينا في الشغل بتاع المشاريع المتعلقه باداره المدن المتعلقه بالبنيه التحتيه والمشاريع الهندسيه، لغايه ما بقى فيه الجي اس. لان الجي اس بقى بيديني الصوره الفيجوال، بقى بيحس بالارض، بيحس بالمساحه الجغرافيه اللي موجوده في الحقيقه، على عكس الليميتيشن اللي موجود في قواعد البيانات العاديه. قواعد البيانات العاديه هي مجرد شويه جداول مش مربوطه بالسبيس بتاعي، وبالتالي ما اقدرش استفيد بيها في المشاريع بتاعتي، ما اقدرش ان انا اقرر عليها اي حاجه ليها علاقه بارض او حاجه ليها علاقه بشكل هندسي. فانا هنا استفدت من الاثنين، بقى عندي في الارض، بقى عندي في البيانات بتاعتها، زائد ان انا بقيت رابط على كل اليمنت من الاليمنتس، كل حاجه مرسومه عندي البيانات بتاعتها. فانا جمعت دلوقتي ما بين التو باورز، الباور بتاعت الجي اي اس او الجيوغرافي، والباور بتاعت الانفورميشن سيستم او الداتابيزز. ولو ناخد بالنا واحنا بنتكلم كده، الناس اللي جايين من باك جراوند بي اي ام، لسه احنا هنروح بعد شويه للناس اللي جايين من باك جراوند جي اس، هنروح على البي اي ام ونشوف يعني ايه. طيب في البي اي ام احنا كنا بنقول ان انا عندي هو خطوه من الخطوات ناحيه ان انا يكون عندي فيه داتا، فكل اليمنت مربوط بداتا. طب انا نفس الكلام اهو، وعندي كل في البي اي ام كان عندي فيه شويه حاجات بتساعدني ان الداتا بتاعتي تطلع مظبوطه، منها ال 3 دي والكلاس ديتكشن. يعني انا لما يكون عندي فيه الموديل 3 دي فانا شايف الحاجه موجوده شكلها عامل ازاي او هيبقى عامل ازاي في الحقيقه، انا لوحدي بقرر ان انا الكلام ده هو ده اللي انا موافق عليه او لا، هو ده اللي انا عايزه في الحياه ولا لا، مجرد بس ان انا اقدر اشوف. زائد ان انا عندي بقى في كلاش ديتكشن، فانا كل اليمنت عندي موجود عنده بيانات، معروف كل اليمنت من الاليمنتس اللي موجوده في الموديل هو عباره عن ايه، هو كاميرا ولا حيطه ولا بلاطه ولا دكت ولا اوبننج ولا شباك ولا باب، عندي كل اليمنت معروف هو ايه، فبالتالي اقدر اعمل حاجه اسمها كلاش ديتكشن. ايه كلاش ديتكشن؟ ان انا عندي اقول ان التو اليمنتس دول لما اتقابلوا في النقطه دي، هل دي حاجه عاديه ولا دي حاجه ده ايرور حصل في الرسم، فبالتالي بيقول لي لا خد بالك عندك هنا في مشكله. كذلك في الجي اس عنده بعض القدرات اللي تخليني اتاكد من الداتا انتجريتي او من صحه البيانات اللي موجوده. في الجي اس يعني في البي ام هو متخصص اكتر في يعني او المودلز بتاعته elements predefined. يعني ايه predefined؟ يعني حاجات احنا موجوده بالفعل في البرنامج من قبل ما نشتغل. انا عندي معروف ان ده عمود مثلا، فالبيانات بتاعته بتتقري من الجيومتري اللي بيترسم، وبعض الابعاد اللي معروف ان هي الابعاد المفروض مثلا يكون عندي فيه طول وعرض وارتفاع، مثلا عندي فيه ماتيريال مثلا على حسب طبعا نوع الاليمنت بتاعي. اما في الجي اي اس لو حد يا جماعة من الهوست بس يديني الهوست عشان السكرين اتقفلت.
لو حد عنده سؤال ممكن يسأل. سهيم، فمن الحاجات اللي بتساعدني في الجي اي اس ان انا اقدر اعمل داتا انتجريتي، انا عندي في، كنا بنتكلم عن ان انا عندي في الاليمنتس، الدنيا مفتوحه فيها شويه في الجي اي اس، ما عنديش بري ديفايند اليمنتس، انا اللي بقرر الخط ده بيعبر عن ايه. بس مش زي الكاد، انا لما بديله الداتا خلاص انا بقى الداتا دي اقدر اعمل عليها الاناليسيس بتاعي بعد كده، واقدر استفاد من البيانات اللي موجوده. وانا بدخل البيانات دي مش ممكن. في حد عنده سؤال؟ من البيانات وانا بعمل الداتا انتري، وانا داخل البيانات بتاعتي، وارد جدا ان يكون يحصل عندي خطأ. يا باشمهندس، اتفضل اتفضل يا باشمهندس محمد. ازي حضرتك يا باشمهندس هشام؟ ازيك يا باشمهندس محمد. انا كان بس عندي استفسار بس في موضوع الجي اي اس، في موضوع البيم او التكنولوجي في الاي سي اندستري، يعني كنت عايز اسال عليها يعني الاستخدامات بتاعتها او الابلكيشن بتاعتها، المدى البنفيتس بتاعتها في انهي فيز من مرحله الكونستراكشن. هل في الفيز اللي هي البري كونستراكشن اللي هي مرحله الاعداد للمشروع، ولا في مرحله الديزاين؟ يعني الجي اي اس هل هيغني عن الشغل المساحه العادي؟ يعني انا دلوقتي شغال انا في مشروع انفراستراكشر، يعني طرق وبنية تحتية بشكل عموما، يعني فالشغل التقليدي فيها شغل المساحة العادي يعني، أو شغل اللي يعني شغل اللي هو يعني الجيتنج العادي. هو مش هيغني عن شغل المساحة العادي، لكن هو هيحقق الفكرة بتاعة الكونكتيفيتي او الكوميونيكيشن اللي موجود في البي اي ام، ان انا عندي الداتا اللي هتتجمع من المساحة هتبقى موجودة في داتابيز واحدة كلنا نقدر نشوفها ونتعامل معاها، مش محتاجين ان احنا كل شوية نعمل ندور رقم على سهل الكوردينتس فين. يعني، ده هيخليني ان انا اقدر حتى في مرحله اللي هو البريد او في مرحله الديزاين، ان انا اقدر يعني اكشف الموقع بتاعي بشكل دقيق، يبقى تحت مظبوط ايدي انا كداتا، ك الجيوغرافيال داتا دي، واقدر احط ابلاي مع البيم مظبوط فيطلع، فاقدر اطلع داتا بشكل ان انا اقدر انفذ بشكل اسهل بكتير من ده العادي. في المرحلة الأولانية، يعني هو في المرحلة الأول في التخطيط أنت بتحتاج إنك تقرر يعني أو تقول أنا عندي الشبكة بتاعتي، سواء كانت شبكة الطرق أو أيا كان نوع الشبكة بتاعتي، اتجاهاتها فين؟ فده هيتعمل على الجي اس. أوكي؟ عندي فيه البيانات المساحية هتتجمع وهتتحط في الجي اس، كل ده في المرحلة الأولانية. طيب خلاص خلصنا المرحله الاولانيه بتاعه البلاننج وبتاعه الداتا جاذرنج من السايت، هنبدا عايزين نعمل الديتيلد ديزاين. مظبوط. فانا عندي الديتيلد ديزاين الانجينيرنج اللي بيبقى في اول مشروع، اللي هو اعتماد الشوب دروينج والقصه دي. مظبوط، الكلام ده كله هيبقى جوه بي اي ام انفايرمنت، بس عشان خاطر يحصل انا محتاج اصلا يكون عندي شكل الارض، محتاج عندي يكون في الاحداثيات متجمعه ومحطوطه جوه جي اس اس. متجمعه بشكل اللي هو شكل المانيوال، اللي هو ناس بتنزل، تيم بينزل موقع، ولا كله جي مظبوط. بي اس او لا، متجمع في تيم بينزل الموقع، وبعد ما التيم ينزل الموقع بتتحط جوه الجي اس اس. هل في طريقه ان هو ما يحتاجش ان احنا بعد ما الراجل يجمع الداتا من السايت ان هو يدخل، يعني ان هو يعمل المرحله بتاعت ان هو مثلا يجمع الداتا في ورقه ويرجع يدخلها جوه الجي اس؟ ينفع بالموبايل، يعني بالموبايل، ويبقى واقف في السايت وهو بيجمع وهو بيرفع النقط، وهو واقف في نفس وهو واقف في مكانه بيفتح اللاير بتاعت الجي اس ويدخل البيانات الرفع المساحي من وهو واقف في مكانه، فما يحتاجش المرحله بتاعت ان هو لا جمع الداتا في ورقه ورجع بعد كده رفعها، او رجع بعد كده عملها داتا انتري. يعني لا، انت بتدخل داتا وانت في الريل تايم وانت واقف في السايت. وحتى في مرحلة الكونستراكشن العادية. حتى في مرحلة الكونستراكشن العادية.
يعني فكره استخدام الموبايل زي ما هو المفروض ان احنا بنسعى انها تكون موجوده كمان في انها تكون موجوده بقوه يعني او بقوه اكبر في البي اي ام، فهي موجوده بالفعل وماتيور انف ان هي موجوده في الجي اس. ان انا واقف في الموقع وفي تغيير حصل، فانا عندي فيه لاير معينه بتعبر عن مواسير او بتعبر عن جوينتس موجوده في المواسير وحصل فيها تعديل، وانا واقف بالظبط. بقول ان هنا حصل التعديل الفلاني في الريل اللي هو تايم. الانتجريشن، يعني الانتجريشن في الموقع. اه ده حقيقي، ده حقيقي. بس كل ده خد بالك احنا كل ده بنتكلم على الجي اس لوحده، والجي اس مش هيفيد بس في كده، لسه لما نيجي نوصل قدام شويه هنلاقي ان الجي اس هيكمل معايا طول اللايف سايكل. هو يبان قيمته قوي في البدايه مرحله البلاننج اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي اللي هي قبل الديزاين، وفي النهايه في مرحله الاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت. عشان كده دلوقتي في مشاريع كتير جدا في مصر وحوالين مصر في الاريا كلها بتاعت الميدل ايست بيطلب التسليمات انها تكون جي اس مش كاد. مش المفروض بيبقى التسليمات بيم ما هو او تسليمات بيم ده الاستراكشر نفسه، لكن للارض لاندسكيب او كده بتبقى بالشبكه اللي مبنيه دلوقتي بقت بتطلب جي اس. طب طب ليه؟ ممكن عشان يبقى خاطر انا موبيل. دلوقتي كدوله انا عايز يكون عندي البيانات بتاعه الشبكه اللي اتبنت، الشبكه اللي اتعملت، عشان اقدر بعد كده اقدر اعمل لها اداره، ولو انا احتجت ان انا اعدل فيها يكون عندي فيه نسخه ديجيتال منها اقدر ارجع لها. تمام؟ دي كده ايه؟ تمام. ده اجابه على السايكل سريعه. وكده كده واحنا ماشيين هيبقى في ديموز لحاجات يعني احنا عملناها بالفعل، وهتبدا تسنس شويه الكلام اللي بيتأدى وشكله عامل ازاي في الاخر او النتيجه النهائيه هي يعني عامله ازاي. تمام ماشي، تمام شكرا لك. باشمهندس عماد بيقول ينفع احول ما بين اعمل تحويل للوحدات ما بين الجي اي اس والفي اي ام؟ انا مش محتاج ان انا يعني هي الوحدات واحده موجوده في الجي اس، لو انا عملت اكسبورت من الجي اس او مش عملت اكسبورت يعني لو دخلت الداتا بتاعت الجي اس جوه البي اي ام انفايرمنت الكوردينتس بتدخل مظبوطه والاحداثات بتدخل مظبوطه. لو انا عملت العكس، لو انا شغال في البي اي ام انفايرمنت وعملت ديزاين بتاع شبكه وبعدين عايز اطلع منها جي اس فبيطلع الاحداثيات مظبوطه. تمام؟ والكلام ده برضه هيبان اكتر واحنا بنتكلم. طيب من الحاجات اللي بيساعدني فيها الجي اي اس، نرجع تاني احنا قلنا ان في البي اي ام الدنيا عندي بري ديفايند، فبيبقى سهل عنده ان هو يعرف والله هنا ما ينفعش يكون في ضغط مثلا مع حد في كاميرا او ايا كان الرول بتاعتي. رولز معروفه ومحدده. في الجي اي اس لا، في الجي اي اس انت سايب لك الدنيا، انت عندك كل هو بوينت ولا لاين ولا بوليجون وخلاص، هو مش فاهم ان اللاين ده عباره عن بيمثل سنتر لاين بتاع طريق، ولا هو بيمثل بايب لاين، هو مش فاهم ولا بيمثل شارع. فحضرتك اللي بتقول له الرولز، يعني حضرتك هتيجي تقول له ان ما ينفعش ان الشارع يمر جوه مبنى. معلش يا جماعه في حد حاسس ان انا سامع صوتي؟ ان انا هاجي اقول له في التوبولوجي رولز دي هقول له ان انا عندي ما ينفعش شارع يعدي جوه مبنى. ايه ده؟ هو انا ممكن استخدم الجي اس عشان يبقى جواه في مباني؟ اه ممكن يكون جواه مباني فقط بس كفوت برنت يعني كحدود لو انا عايز استخدمه كجي اس، او لو انا عايز ادخل جواه بلان بتاع كاد او بلان بتاع بي اي ام او سوري موديل بتاع بي اي ام ويبقى جزء من الجي اس ماب بتاعتي اقدر اعمل ده. وبالتالي هحتاج ان انا اقول ان في رولز للراجل اللي بيرسم ان ما ينفعش ان يكون عندي في شارع بيمر بيتقاطع مع المبنى، وبالتالي يبقى كده انت راسم رسمه غلط. ده مثلا من انواع الرولز اللي هي التوبولوجي رولز اللي تساعدني ان انا يكون عندي الداتا موجوده مظبوطه. عندي في الكونكتيفيتي رولز. الكونكتيفيتي رولز هي لو انا للنتوركس، لو انا عندي في
يعني خلينا نتكلم حتى بشكل عام، اللي هو النتورك رولز. لو انا عندي في شبكات، سواء الشبكات دي شبكات ميه، كهرباء، صرف، شبكات طرق، طالما انا عندي في نوع من انواع الشبكات اقدر احط رولز. زي ايه؟ زي اقول مثلا لو هو لقى ان في عندي نقطه بتعبر عن بلاش نقطه، نقول عندي في لاين بايب لاين او ايا كان الخط في الشبكه بتاعتي ملوش نهايه، يعني هو محطوط بس خط كده، مش محطوط ان هنا في مصب، او ملوش ستارت، يعني ملوش ما فيش مكان بياخد منه، فده ما ينفعش في النتوركس. فبالتالي هيقول لي خد بالك انت عندك اللاين الفلاني ده، لان هو بالنسبه له دلوقتي ما بقاش لاين، هو بقى جزء من النتورك. اللاين ده ملوش ستارت، ما فيش حاجه بياخد منها، او ملوش مصب، ما فيش مكان بيديله. او هحدد ان انا عندي فين الخطوط الفرعيه وفين الخطوط الرئيسيه، وبالتالي يبدا يحدد هو عنده فين الاماكن اللي ممكن الراجل بعد ما خلص بقى الرسمه بتاعته، فين الاماكن اللي حصل فيها المشاكل. زائد غير النتورك والكونكتيفيتي رولز، في بقى الرولز اللي بتتحط على الداتا انتري نفسها. مش انا بدخل داتا جوه الجداول، بدخل بيانات جوه الجداول، فبالبيانات اللي بتدخل جوه الجداول دي انا ممكن احط على السيل، ودي حاجه يعني الحقيقه ما كانش مش مولده الجي اس، هي موجوده في الداتا بيز اصلا، ان انا اقول له ان عندك القيمه ما ينفعش، يعني تدي له فاليو معينه ما ينفعش تزيد عن كذا او تقل عن كذا. ممكن تكتب تديله ان هو بس تنزل له دروب داون ليست من الاختيارات يختار منها. فبالتالي انت بتتفادى ان هو ممكن يحصل قدام مشكله بسبب ان حد عمل داتا انتري غلط. طب ده بيفرق في ايه؟ بعد كده لو احنا عايزين نستفاد من الحاجه بتاعتنا، يعني لو عايزين مثلا عندي في هيستوري معينه للمينتننس بتاع المنشات، وعايز ادخل بقى في حته جديده، في حته ماشين ليرنينج او داتا اناليتكس او اي حاجه من الحاجات بتاعت الداتا ساينس، وعايز ابدا اعمل بريدكشن امتى هيحصل مينتننس، امتى هيحصل صيانه للخط الفلاني، للبايب لاين الفلاني، او للبومب ستيشن الفلانيه، بناء على الهيستوري بتاعتها. فلازم يكون عندي الداتا مظبوطه. فلو كان عندي في الداتا دي في بيانات مش مظبوطه، بالتالي هيطلع لي النتيجه مش مظبوطه. ودي رول كده موجوده في اي سيستم عندي، اي انفورميشن سيستم، سواء كان جي اس، سواء كان داتابيز عاديه، سواء كان داتا سيت داخله جوه ماشين ليرنينج الجوريزم. جاربج ان جاربج اوت. جاربج يعني القمامه، اللي هو لو انت دخلت اي كلام للسيستم ما تعتبش على السيستم ان هو طلع لك نتيجه غلط، طالما انت دخلت اي كلام اعرف ان السيستم هيطلع لك نتيجه اي كلام. فالداتا انتجريتي بتاعت التيبلز بتخليني اقدر اعمل ليميتيشن على الناس وهي بتدخل البيانات بتاعتي. جميل. طيب البي اي ام، احنا عندنا تقريبا في قلنا ان عندنا في نص ونص، نص الناس من باك جراوند جي اس ونص الناس من باك جراوند بي اي ام. فنيجي دلوقتي للجزء بتاع البي اي ام. البي اي ام بالتعريف بتاع الايزو ان هو صوره ديجيتال، صوره رقميه من مبنى موجود، يعني او يعني وخلينا هنا ناخد بالنا هو بيقول ايه، ديجيتال ريبريزنتيشن مش ديجيتال موديل. وهنقول ليه احنا بنقول ان هو ديجيتال ريبريزنتيشن مش ديجيتال موديل. ليه؟ مبنى عندي عشان خاطر اقدر ادير او اقدر اتعامل في خلال عمليات الديزاين والكونستراكشن والاوبريشن، واقدر اخد قرارات مظبوطه بناء على البيانات اللي عندي. طيب ليه هو قال هنا ديجيتال ريبريزنتيشن مش ديجيتال موديل؟ لان زي ما اول ما بدانا خالص المحاضره قلنا ايه، قلنا ان انا عندي البي اي ام هو بروسيس. وعشان كده احنا لما بنيجي نتكلم النهارده عن تكنولوجي ثانيه، هي التكنولوجي الثانيه دي اللي هي الجي اس، هي جزء من البروسيس بتاعه البي اي ام. البي اي ام هو مسؤول عن ان انا يكون عندي فيه سنجل سورس اوف تروث، سنجل سورس اوف انفورميشن، مكان واحد اقدر اخد منه البيانات، ما يكونش عندي فيه الدبليكيشن ولا الريبليكيشن ما بين مصادر البيانات، وكلها موجوده في مكان واحد واكسسبل اي حد يقدر يوصل لها من الناس اللي شغالين في المشروع، طبعا بناء على هو محتاج انهي قدر من المعلومات. يعني مش هديله هو معلومات زياده هو مش محتاجها، لا، يعني بناء على هو مين في الاطراف بتوع المشروع وايه هو قدر المعلومات اللي هو محتاج يعرفها. عشان كده هو قال ديجيتال ريبريزنتيشن مش ديجيتال موديل.
طيب الديجيتال ريبريزنتيشن ده، الصوره الرقميه دي، ايه اللي موجود فيها؟ موجود فيها جرافيكال موديل، ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى، اللي هو لما نيجي نقول بي اي ام ويجي في بالنا 3 دي موديل، ده اللي بيجي في بالنا. نون جرافيكال انفورميشن، ودي البيانات اللي موجوده اللي مربوطه بيه كل اليمنت من الاليمنتس اللي موجود. يعني انا لما اجي اقف على البايب لاين، ولا اقف على مطبق، ولا اقف على ايا كان الحاجه اللي انا عايز اعرف عنها معلومات، يطلع لي البيانات بتاعتها، زائد الدوكيومنتيشن والدوكيومنتس اللي موجود اللي متعلقه بالبروجكت، كل ده من خلال انفايرمنت واحده، او اللي بنسميها كومن داتا انفايرمنت. هو يعني هي ممكن نقول ان هي مكان او بروسيس بيساعدني ان انا يكون عندي في سنترال داتا بيز او سنترال داتا، بحيث ان كلنا نقدر نجيب المعلومات من عندها، ما يحصلش عندي المشكله اللي حصلت في البدايه خالص في الرسمه بتاعه الكوبري، نقطه التلاقي بتاعه الكوبري، واللي كان سببها ان انا ما عنديش الحته اللي في النص دي. وهنا يبدا يبان قوي التشابه ما بين البي اي ام والجي اي اس. والتشابه ده في بدايه ما ظهر الاثنين كان الناس بتفكر ان هو تنافس، لغايه ما وصلنا دلوقتي الليفل اوف ماتوريتي للاثنين ان لا، هو مش تنافس، بالعكس هم الاثنين عندهم نفس الهدف، ان انا يكون عندي فيه داتابيز واحده بتمثل صوره ديجيتال من العالم الحقيقي، عشان خاطر اقدر اتفادى المشاكل اللي هتحصل بعدين في المستقبل. زي انا هنا مثلا، ده يعني مثال على فكره ان انا عندي كل اليمنت من الاليمنتس اللي موجوده عندي. وهنا طبعا اللي يفرق البي اي ام عن الجي اس للناس اللي جايه من باك جراوند جي اس، ان الاليمنتس بري ديفايند، يعني هو عنده في اليمنت اسمه وول مثلا، عندي في اليمنت اسمه دور، عندي اليمنت اسمه ويندو. الاليمنتس دي ليها بارامترز معينه، ليها رولز بتحكم علاقتها بباقي الاليمنتس. و يعني انا مثلا ما ينفعش احط الشباك في الهواء كده، لازم يكون الشباك مثلا ليه هوستد اليمنت بيتحط عليه. ليه؟ لان هو ليه رول بري ديفايند رولز موجوده من البدايه. فنلاقي هنا ان انا عندي فكره الرولز موجوده في الاثنين، فكره الداتا اللي مربوطه بالاليمنتس موجوده في الاثنين، بس كل واحد فيهم عنده شورتج في نقطه. البي اي ام عنده شورتج في حته، او مش شورتج بقى، خلينا نقول ان هو نقطه القوه بتاعته في الديتيلد ديزاين للاليمنتس. انا بتكلم هنا البي اي ام از تكنولوجي، مش از بروسيس، لان از بروسيس لا، هو المفروض بيبص على المحيط كمان، بيبص على كل حاجه. فاز تكنولوجي هو بيركز اكتر على المرحله بتاعه الديزاين ومرحله الكونستراكشن. انا عندي في المشروع بتاعي، عندي في الاول في مرحله البلاننج، في مرحله التخطيط وجمع الداتا من السايت، عندي بعد كده مرحله الديزاين، مرحله التصميم، وان انا ابدا اقول ان انا عندي ديتيلد ديزاين. طبعا في كذا مرحله من مراحل الديزاين، المهم ان انا عندي فيه تصميم للمنشا اللي هيتم، بعدين مرحله الكونستراكشن او مرحله التنفيذ، واللي فيها بيتم التعديل على الديزاين اللي كان موجود. طيب انا دلوقتي وانا شغال في البلاننج، انا كنت راسم مسار معين للبايب لاين، وبعدين حصل فيه تعديل اكتشفته بسبب حاجة حصلت فيه، أو حاجة اكتشفتها في السايت. طيب التعديل ده هيكون في البي اي ام ولا في الجي اي اس؟ ما أنا عندي في بي اي ام ديزاين، في بروجكت انفورميشن موديل، أو عندي في ديزاين مبدئي اللي هو المفروض هنبدأ نشتغل بيه، وعندي في بلاننج موجود في الجي اي اس اللي هو المسار اللي كان موجود. انا دلوقتي بدات بفكره معينه، بتخيل في دماغي في البي اي ام والجي اس، عايز انفذه في الارض، ولقيت فيه حاجه مختلفه لايا كان السبب. التعديل وانا ماشي بيسمع في البي اي ام ولا في الجي اس؟ ولو في حد يعني انا محتاج اجابه، ولو حد عنده اسئله في حاجه مش واضحه من اللي فات يسالها دلوقتي. اوكي، اول اجابه الجي اس. يعني انا لو حصل عندي فيه تعديل في المسار بتاع البايب لاين او بتاع الطريق او ايا كان النوع البروجكت اللي انا شغال فيه، اروح اعدل في الجي اي اس. هل هحتاج ان انا اعدل في البي اي ام؟ مفيش حد خالص شايف ان احنا محتاجين نعدل في البي اي ام حاجه؟ ان
الاثنين. اوكي الاثنين، لان انا ممكن بسبب التغيير اللي حصل ده بي اي ام موديل then جي اي اس افتر ذات. جميل، بي اي ام then جي اي اس. جميل جميل، عدل في اثنين، حلو قوي، ده اللي احنا عايزين نوصل له فعلا. لان انا عندي التغيير اللي حصل ده هيغير في الديزاين وهيغير في البلان اللي كانت موجوده عندي من الاول، على حسب البي اي ام مربوط بالشيب فايل ولا لا. يعني حتى لو هما الاثنين مش مربوطين هنحتاج ان احنا نعدل في الاثنين. ليه؟ لان التعديل اللي حصل ده انا في الاخر ايه هو الفتره الاطول من عمر الاستراكشر بتاعي؟ الفتره الاطول من عمر الاستراكشر بتاعي هي مرحله الاوبريشن، مرحله الاستخدام، مش مرحله البلاننج، مش مرحله الديزاين، مش مرحله الكونستراكشن. ف اطول فتره في عمر البروجكت او في عمر الاستراكشر بتاعي هي الفتره بتاعه الاستخدام وفتره الاوبريشن والاداره بتاعته. ففي المرحله دي انا بحتاج ان يكون عندي فيه از بيلت موديل. يعني ايه از بيلت؟ من اسمه از بيلت، يعني زي ما هو اتعمل، زي ما هو اتنفذ، مش زي ما انا كنت مخطط ولا زي ما انا كنت عامل ديزاين وبعدين حصل مشكله معينه او اتفاجئت بحاجه في السايت فاحتجت ان انا اعمل تعديل. انا محتاج ان انا اعدل في الاثنين، مش بس عشان هو ممكن يغير في حاجه ثانيه في خلال التنفيذ، بفرض انه مش هيغير في حاجه في التنفيذ فهو مش هي... لو انا ما عدلتش التعديل ده مش هيكون عندي نسخه طبق الاصل منه موجوده في مرحله الاوبريشن. فلو احتجت بعد كده اعمل اي تعديل، محتاج ان انا اكسر حاجه، محتاج ان انا اعمل تزويد، يعني اعمل اكستنشن للبروجكت بتاعي، فانا ما عنديش الصوره النهائيه اللي كان موجود بيها المشروع، فهضطر ان انا اخمن ايه اللي موجود. هبقى واقف فوق الارض، لو انا بتكلم على مشاريع انفراستراكشر تحت الارض، وهبقى واقف فوق الارض ومش عارف ايه اللي موجود تحت. انا اشتغلت في المشروع ده من كام سنه بس انا مش عارف في اللحظه دي ايه اللي موجود، ايه اللي موجود تحتي. لو انا عندي فيه نوعين من الشبكات، نوع شبكه يعني مش نوعين من الشبكات، نوعين من الشبكات، او عندي فيه شبكتين، واحده قديمه ما بقتش مستخدمه واحده جديده، وحفرت وشفت الاثنين، انا مش هبقى عارف مين فيهم اللي المفروض تتشال ومين فيهم اللي مش هتتشال، هتخمن. فبالتالي انا محتاج طول الوقت يكون في تعديل في الاثنين عشان خاطر يبقى عندي فيه نسخه موجوده من الاثنين موجوده عندي كاس بيلت لمرحله الاوبريشن، وده الاهم. وهنا نيجي الاجابه على السؤال بتاع هو ليه بقى بيطلب دلوقتي في مشاريع كتير جدا ان التسليم يكون جي اي اس ما يكونش كاد، مع ان طول عمرنا متعودين على التسليمات انها تكون كاد. في مصر وفي الميدل ايست، يعني في الميدل ايست اهو، يعني في الدول العربيه يمكن واخدين الخطوه دي من كام سنه بس بدا الموضوع يزيد، وفي مصر بقى الموضوع كتير خصوصا في المشاريع الجديده اللي موجوده عندنا كلها، اللي هي المدن اللي هي كلها المسمى بتاعها الجديده اللي هي العاصمه الاداريه الجديده والمدن الجديده والحاجات دي. ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين ان احنا يبقى عندنا كمان احنا كمان سمارت سيتيز. طيب يعني ايه سمارت سيتي؟ ما انا هحقق، يعني هحقق ازاي ان انا يكون عندي في حاجه اسمها سمارت سيتي لو انا اصلا ما عنديش اداره ذكيه ليها؟ طب انا ازاي هدير الفاسيلتي بتاعتي؟ ازاي هدير المدينه بتاعتي؟ ازاي هدير البروجكت بتاعي او يعني الاسيت بتاعتي غير لما يكون عندي ليها نسخه منها؟ ما انا عندي دلوقتي محل، المحل ده هو يعني مثلا بتاع صيدليه، فالصيدليه دي انا محتاج اديرها، فعشان اديرها لازم يكون عندي فيه ارشيف او عندي يكون فيه دفتر كده سجل فيه الوارد والخارج، ايه انواع الحاجات اللي عندي، ايه الحاجات اللي محتاجه اللي خلصت ومحتاج اجيبها تاني، لازم يكون فيه عندي داتابيز. فالداتابيز اللي انا بتساعدني عشان اقدر اعمل ده في الحاجات الهندسيه هم تو تكنولوجيز، الجي اي اس والبي اي ام، وكل واحد فيهم بيركز على ليفل اوف ديتيلز الثاني ما بيقدرش يركز عليه. في طبعا حاجات مشتركه، يعني في مناطق الاثنين بيهتموا بيها وفي مناطق لا، كل واحد فيهم اقوى من الثاني في حاجه، فبالتالي محتاج الداتا بتاعه الاثنين. لاند يوز تمام صح، يعني انا يعني الجي اس بيفيدني برضه في طبعا في اللاند يوز، بيفيدني في البيرميتنج واستخراج التراخيص، سواء استخراج التراخيص بتاعت البناء او حتى الشراء، او حتى لو انا عندي تغيير الملكيه، يعني انا عندي دلوقتي مدينه
احنا مش بنتكلم، طالما انا بتكلم على مدينه مش بس هتبقى ستراكشر، ممكن يكون الاراضي نفسها. انا عندي الارض دي بتاعت فلان، والارض دي بتاعت علان، وبعدين علان بعد فلان الارض بتاعته. فانا محتاج ان انا اغير في تقسيمه الارض، ان تقسيم ان الارض دي ما بقتش بتاعت علان، بتاعت الاثنين بقوا بتوع فلان. بس برضو محتاج يكون عندي متسجل الهيستوري. طب ما كل ده هيتسجل ازاي؟ هقعد بقى اكتب رقم قطعه الارض رقم الف 15، رقم قطعه الارض رقم سين 19، وننزل بقى نشوف الكوردينتس وننزل على الارض؟ لا، ليه؟ ما افتح الماب عندي، موجود كل حاجه، موجوده قطعه الارض موجوده فين، بالهيستوري بتاعها كانت ملك مين واتسلمت لمين، عايز ابني. طيب انا عندي دلوقتي في قطعه ارض، قطعه الارض دي انا اديتك يا عم الترخيص روح ابني، القطعه دي الموجوده في مكان ما فيهوش اي مشكله، والديزاين بتاعك اللي انت مسلمه بي اي ام مظبوط وينفع يتبني ومش مخالف باي حال من الاحوال. طيب رحت جايبني لقيت قطعه الارض دي مبني عليه مثلا، او في ليها يعني بقت ملك حد تاني غير اللي انا اشتريت منه، اي ايا كان البيان اللي انا محتاجه. مظبوط، هو في الاخر هو التارجت بتاعنا مش مهندس عمر. فانا رحت اجي ابني لقيت حاله الارض غير مطابقه، رغم ان انا خدت الترخيص، غير مطابقه للحاله اللي انا كنت اللي انا متوقعها عليه. فانا لازم يكون عندي فيه مكان مخزن فيه البيانات دي كلها. المكان ده سواء انا بتكلم على السكيل بتاع المدينه، سواء انا بتكلم على على الاستراكشر والتفاصيل بتاعته، لدرجه ان انا خلاص انا بقى عندي فيه نسخه مني، زي ما باشمهندس عمرو بيقول ديجيتال توين احنا هنتكلم عنه كمان يعني خطوتين. ممكن يكون في مننا شافوا الديمو ده معايا قبل كده. ده داشبورد. الداشبورد دي يعني ايه كلمه داشبورد؟ داشبورد يعني صفحه معينه بتعرض مجموعه بيانات، مجموعه البيانات دي كلها متجمعه من مصادر داتا مختلفه. فالداشبورد بتاعتي ممكن تكون مجمعه بيانات من الجي اي اس، مجمعه بيانات من البي اي ام، وكلها معروضه بشكل ارقام واضحه، بحيث ان لو انا عندي شخص غير يعني حد ديسيجن ميكر، راجل بياخد قرارات بس هو غير متخصص، هو يبقى كل حاجه ما باينه عنده كده فيجوال بالبي اي ام والجي اي اس كموديل، والداتا نفسها والتشارتس اللي حواليه. احنا مثلا عندي هنا ده الموديل بتاعي متسجل فيه اماكن الكاميرات، وانا جيت هنا عملت سيرش على رقم الكاميرا الفلانيه، فراح على المكان اللي فيه الكاميرا، ويعني قال لي هي دي الاوضه اللي فيها الحاجه اللي انت دورت عليها. او ممكن حتى يفتح لي كمان ويندو زي اللي فتحت دي، ويجيب لي ستريمنج، لايف ستريمنج من الاوضه اللي انت عملت عليها السيرش. ناخد بالنا انا عندي هنا البيم مود، هو هنا سوبر ستراكشر مش انفراستراكشر، بس هو موجود باللايرز بتاعته زي ما احنا شايفين كده، بكل ليفل من الليفلز، وعندي اكسس على كل ديتيل موجود عنده. واللي يزيد هنا ان احنا واخدين بالنا ان هو جوه الجي اي اس كونتكست. ده الابلكيشن ده يا باشمهندس معمول ب ازر جافا سكريبت اي بي اي، وده عندي البيانات بتاعت الموديل كانها بالظبط موجود، كاني فاتح الموديل من جوه الريفت. فانا بقى عندي كده مكان واحد، انفايرمنت واحده فيها الاثنين، زائد ان انا عندي الكابابيلتيز بقى بتاعت الداتا. خدوا بالكم يا جماعه، احنا في الاخر التارجت بتاعنا يعني احنا في عصر الداتا، احنا التارجت بتاعنا ان احنا يكون عندنا فيه داتا، والداتا دي هنستفيد منها بعد كده، سواء بقى بنعمل مانجمنت لمبنى، مانجمنت للاستراكشر، او بنستخدمها بندخلها جوه داتا اناليتكس الجوريزمز، ماشين ليرننج الجوريزمز، عشان خاطر نطلع منها سواء حاجات بريدكشن او نطلع بعض النتائج اللي تساعدنا ان احنا نتخذ قرارات معينه. فده مهم جدا. احنا كان في خط كده ما بيننا وبين الانفورميشن تكنولوجي، الخط ده مش موجود، الخط ده لازم ننسى ان هو موجود. احنا عندنا دلوقتي جوه التولز بتاعتنا في ادوات، الادوات اللي موجوده دي ممكن انت تقدر تعمل
يعني ماشين تران ماشين ليرنينج الجوريزم على الداتا بتاعتك، سواء كان بقى كان البي اي ام او جي اس، من غير ما تكتب كود. بس انت لازم تكون فاهم اصلا يعني ايه ماشين ليرنينج، وانهي الجوريزم هو اللي هيكون افيد ليك. فحته الحته اللي كانت بتفصل ما بين الاثنين ما بقتش موجوده. عشان كده احنا محتاجين نركز جدا ان احنا لا احنا ما فيش حاجه اسمها ده الحته الداتا اناليتكس دي مش بتاعتي، البروجرامنج دي مش بتاعتي. اه ماشي، ده مش تخصصي الاساسي، انا مهندس سواء بقى كنت متخصص في البي اي ام او في الجي اس، بس انا لقيت في حاجه بتفيدني، ايه اللي يمنع ان انا اروح لها وان انا استخدمها؟ لو في حد عنده سؤال ممكن يسال. باشمهندس محمد تقريبا عنده سؤال. طيب وكل اللي فات خلاص روح انت بقى، روح انت بس خد بالك اتاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا باشمهندس محمد اتفضل. باشمهندس هشام، انا بس كان عندي سؤال معلش، يعني بحاول اربط الدنيا شويه. انا عايز افهم فكره البي اي ام مع الجي اي اس، مش قادر اركبهم مع بعض ازاي يعني التركيبة دي. يعني أنا بشتغل بي اي ام مثلا، إيه أنا بشتغل عندي مبنى بالريفت مثلا معمول بالريفت، أو ستراكشر معمول بالتكلا مثلا، بدخل فيه جي اس إزاي؟ أنا بس دي الفكرة مش قادر يعني مش قادر كشغل المشروع بتاعي ولا يعني حضرتك تقصد إن إزاي الاتنين هيبقوا في نفس المكان؟ ولا ايه فايدته؟ لا 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 انا قصدي كفيزيكالي، يعني هو اللي بيشتغل مثلا على البي ان هيدخل جي اي اس ازاي معاه في مشروع مثلا بيلدينج، او ولا هو احنا بنتكلم لازم يبقى مشروع كبير يبقى انا بص يعني انا وجهه نظري لا يعني هو هيكون الفاليو بتاعته لو احنا بنتكلم على مشروع كبير عباره عن اكثر من مبنى مدينه او كومباوند او مشاريع انفراستراكشر هي مشاريع بتاعت الشبكات ايا كان نوعها. فوجهة نظري الجي اس هنا يفيد، لكن احنا لو بنتكلم على سكيل مبنى واحد الفاليو بتاعته اعتقد انها تكون اقل من الكوست اللي هتتصرف عليه. انا عندي سؤال اذا حضرتك خلصت سؤالك. تفضل. ليش مهندس هلا انا اشتغلت من فترة قريبة على موضوع الانتجريشن بين البيم والجي اس. انا حبيت بس افهم طريقه انت اللي عملت فيها الانتجريشن. هلا انا الطريقه اللي عملت فيها الانتجريشن هي كالتالي، انا كبلاتفورم كجي اس بستخدم اريك جي اس برو، وبالنسبه للبيم بستخدم الريفت. حسنت اخذ بيانات الارك، حسنت ادخل بيانات الجي اس عن طريق للبيم عن طريق انه انا حولتهم شيف فايل، ومن شيف فايل كتبت كود عن طريق الداينامو، والداينامو عملت امبورت لبيانات الداتا تبعت الجي اس. وبالعكس حاليا RGS Pro حاليا هو بدعم امبورت كامل ملفات الريفت. فانت حضرتك شو الطريقه اللي استخدمت فيها البلاتفورم بالنسبه للبيب وبالنسبه للجي اس، وشو صيغ الملفات اللي استعملتها حتى احسن تعمل هالانتجريشن؟ اوكي يعني مثلا بالنسبه للديمو اللي فات، الديمو اللي فات هو فعلا ده كان ريفت موديل، الريفت موديل دخلته على RGS Pro وعملت له جيرو فرانسنج في المكان اللي المفروض ان هو يكون موجود فيه، وبعدين بيتعمل له شير على يعني برودكت اسمه ارك جي اس انتربرايز. ده بيعمل يعني بيعتبر ان البي اي ام موديل ده ان هو ويب سيرفيس. ف يعني ايه ويب سيرفيس؟ يعني ان انا اقدر اشوفه من اي مكان، وبالتالي اقدر استخدمه في اي ابلكيشن. الارك جي اس برو ولا الارك جي اس ويب حاليا هذا عم استخدمه؟ يعني الاثنين، يعني انا محتاج الاثنين، محتاج في الاول في جزء الاوثرنج وانا شغال اصلا ارك جي اس برو، لو انا عندي الجي اس كونتكست والحاجات اللي بتترسم حوالي الجي اس والبيم موديل لازم يدخلوا جوه ارك جي اس برو في الاول. اوكي، معناتها حضرتك انت استخدمت نفس الطريقه اللي انا استخدمتها. انا وقت عملت امبورت لبيانات الريفت ضمن الارك جي اس برو صارت هي عباره عن فيتشرز، فبتوقع انت استخدمت يمكن نفس الطريقه، ما هيك؟ صح، مظبوط بتتعامل كانها جي اس داتا عاديه. اوكي طيب بالنسبه للفايس فيرسا، انت جربت تعمل امبورت بيانات الارك جي اس للريفت؟ لا ما ينفعش، الارك جي اس ما ينفعش مع الريفت.
هلا انا نجحت بهالطريقه، قلت لك عن طريق الشيف فايل عملت اكسبورت شيف فايل، وعن طريق الدينامو كتبت كود بايثون، حسنت اعمل امبورت للداتا للاتريبيوت داتا تبعيت الارجيس برو، فحسنت اعمل لها امبورت كامل على الموضوع. ده عظيم، حضرتك كده زودت حاجه مش موجوده اللي عملتها ضفتها للبرنامج. مظبوط، لكن هي يعني اوت اوف ذا بوكس، هي الريفت هو ما عندوش الفانكشن دي، اللي عنده الفانكشنز دي زي هنقول كمان يعني تقريبا سلايد او تو سلايدز، هو انفرا ووركس وسيفل 3 دي، هم اللي عندهم القدره دي ان هو ياخد من الارك جي اس. طيب ما راح اخذ كثير من وقتك، فيك كمان محاضره اكلا ان شاء الله نتواصل مع بعض وقت اكثر. باشمهندس عماد برضو بيقول عن استخدام الجي اس للجزء اللي متعلق بالسويل والسيزميك، الداتا المتعلقه بالسيزميك اناليسز اللي موجوده في المدينه او موجوده في المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها. حقيقه يعني انا كنت من 2018 كنت نشرت بيبر، ممكن حتى يعني اعمل لها شير على الجروبس بتاعتنا. البيبر كانت عن استخدام الجي اس في السويل مانجمنت، في الجزء اللي متعلق بالجسات اللي بتتاخد في البدايه والتحليل بتاعتها، وان انا ازاي يكون عندي فيه اركايف كامل للسويل داتا عشان خاطر اقدر ارجع بعد كده للداتا دي. الحقيقه ان كان التارجت من ده لان احنا عندنا طبعا يعني الناس اللي اشتغلت في مشاريع وحضرت الجزء بتاع الجسات مكلفه جدا، فلما يكون انا عندي فيه بيانات موجوده من قبل كده عن المنطقه اللي انا شغال فيها، ممكن يعني هنا بقى يعني طبعا اساتذتنا يقولوا ايه، يقولوا لا ما ينفعش، هي الجسه تمثل موضوعها، دايما يقولوا لنا كده. طيب هو مش هتلغي ان يكون فيه جسات، بس على الاقل انت هتبقى عارف ايه هي المعدات اللي انت محتاجها وانت رايح عشان تاخد العينه الجديده، مش هتحتاج تاخد نفس عدد الجسات اللي انت كنت بتحتاج تاخده قبل كده لو انت عندك من قطعه ارض مجاوره وانت من شكل الارض اللي انت كونته جوه الجي اس لقيت ان انت عندك التغير اللي موجود في الارض مش كبير، فهيكون عندك اصلا من البدايه شكل تخيلي للارض قبل ما تبدأ تعمل أي حاجة، قبل ما تبدأ تاخد خطوات في المشروع بعد كده. فطبعاً دي جزئية بيفيد فيها جداً الـ GIS مع المشاريع الهندسية. ماشي، يعني هو ممكن نلخص الفكرة بتاعة الاستفادة من الاثنين. البي اي ام هو يعني في البروسس بتاعت انا في البلاننج ممكن نقول ان هو اقرب شويه للجي اس اللي هو في المرحله المبدئيه خالص في المشروع، وزي ما كنت بتكلم مع الباشمهندس ان احنا عندنا في يعني اللي شايف من وجهه نظر اللي ليه فاليو اكبر في الانتجريشن ان هو يكون مشروع كبير، اللي هو بنتكلم على كومباوند، على سيتي، على مشروع شبكه بتاعت مكان معين، كل ده يبقى هيفيد في الانتجريشن بين الاثنين. الجي اس مش بس اندور، الجي اس بيفيد في التفاصيل الانشائيه اللي متعلقه بيه، سواء ايا كان نوع المنشا ده، كان حاجات اندور زي مباني يعني زي اللي احنا بنتعامل جواها، او كان تصميم الهندسي اللي متعلق بيه كباري او شبكات ميه وصرف مثلا. كل التصميمات الهندسيه اللي متعلقه بالحاجات دي سواء كانت مباني او انفراستراكشر كلها تبقى موجوده من البي اي ام داتابيز. عشان كده دايما يعني براعي ان انا ما اقولش اندور، اقول لا الداتا بتاعت الاستراكشر، لانه مش شرط يكون يعني البي اي ام اوسع من ان هو بس يكون بيشتغل على المباني وعلى الحاجات الاندور، لا كمان بيشتغل على الحاجات اللي الاوت دور، الانفراستراكشر كلها اوت دور. طيب يعني برضو لو احنا من باك جراوند مختلف ممكن نقول مثلا اللي هي زي تصميم القطاعات مثلا، انا بحاول الاقي مثال بسيط. يعني
فاحنا كنا عملنا محاضره قبل كده كان مع بيم اريبيا. المحاضره اللي فاتت على طول بتاعتي مع بيم اريبيا كانت عن الديجيتاليزيشن بشكل عام، واتكلمنا ساعتها بالتفصيل عن الديجيتال توين. ممكن ترجعوا للمحاضره دي، ويعني والديجيتال توين ده بيتم ازاي تكنولوجي وايز. وكان بنتكلم فيه عن يعني ايه اصلا ديجيتال توين وازاي ينفع ننفذه. عشان اصلا يبقى فيه ديجيتال توين لازم يكون عندي فيه الداتابيز بتاعتي اللي هو البي اي ام للستراكشرز والجي اي اس للاوت دور والكونتكست الجيوغرافيك كونتكست. يعني ايه ديجيتال توين؟ ديجيتال توين هو نسخه من او يعني زي ما مكتوب كده مرايه رقميه للعالم الحقيقي. وعشان نسهل الفكره دي، لان كلمه ديجيتال توين بتضايق ناس كتير وممكن بيحصل عليها خلافات، ومش بس عندنا في الوطن العربي، مش عندنا في الدول العربيه بس، لا ده احنا عندنا ده يعني دي بتبقى خلافات موجوده في منتديات بتاعه الناس المهتمين بالاي سي تكنولوجيز. يعني ايه ديجيتال توين؟ طب الديجيتال توين ده مش هو كان اللي من كام سنه كنا بنسميه بيم ليفل 3؟ انا من وجهه نظري هو ما فيش تعارض. هو الفكره كلها من الديجيتال توين ان انا يكون عندي فيه نسخه من العالم الحقيقي ديجيتال موجوده، واقدر ان انا من في الريل تايم في الوقت الحقيقي اللي بيحصل فيه حاجه في المنشا، لو مثلا المنشا شرخ مثلا، يعني لو بنتكلم عن حاجه زي كده، او مثلا في لمبه حصل فيها عطل، فيسمع عندي في السيستم ان ده حصل. لو عندي في حريق فيسمع عندي في السيستم ان في حريق. طيب هو ده مش يعني الخناقه بقى كانت على ان هو ده مسمى كوميرشال، لان بيم ليفل 3 ما بقاش اتراكتيف قوي، فبقينا بنعمل له اسم جديد. من وجهه نظري لا، ديجيتال توين هو كونسبت مش متعلق ب المشاريع الهندسيه. ديجيتال توين هو كونسبت متعلق بان انت في عندك ديجيتال ريجستر، عندك في ديجيتال نسخه ديجيتال منك موجوده في داتابيز، كل حاجه بتعملها بتسمع فيه. حضرتك عندك ديجيتال توين، الاكونت بتاعك على لينكد ان ده ديجيتال توين، الاكونت بتاعك على فيسبوك ده ديجيتال توين ليك. ولو كان في وفيلم وثائقي مش فاكر كان اسمه ذا نتورك او السوشيال نتورك حاجه كده، كان بيتكلم عن فيسبوك وعن السوشيال ميديا يعني بشكل عام، وكان في تمثيل للشكل بتاع الاكونت بتاعك ان هو نسخه ديجيتال منك. فكان اللي موجود في الفيلم للتمثيل ما عشان يوريك قد ايه فيسبوك هو يعرف عنك كل حاجه، ان هو عمل منك نسخه عنده، والحاجه اللي هو بيأفكت بيها اللي بيأثر بيها على النسخه اللي موجوده منك ديجيتال بتأثر عليك في الحقيقه. فلو عايز يخليك تشتري حاجه، لو عايز يأثر على مودك، لو عايز يعني حتى كان من بعض الاتهامات اللي كان متهم بيها مارك زوكربيرج من كام سنه هي ايه؟ ان هو بيعمل في شريحه من الناس قرر ان هو هيجرب عليهم ان هو يزول لهم مثلا بوست معينه فتاثر على حالتهم النفسيه. فهو مش بيتعامل معاك، هو بيتعامل مع النسخه الديجيتال بتاعتك للاكونت بتاعك، بيظهر له بوست نيجاتيف مثلا فبيأثر على حالتك النفسيه النسخه الحقيقيه منه. هو دي فكره الديجيتال توين. ديجيتال توين مش بس متعلقه بالاركتكتشر والانجينيرنج والكونستراكشن، لا هي كونسبت اكبر من كده، اوسع من كده، ان يكون في منك نسخه في تواصل في الريل تايم. عشان كده هنا مكتوب اي بي اي ام وجي اس واي او تي. يعني ايه اي او تي؟ انترنت اوف ثينجز. يعني يكون عندي فيه سنسورز بتسنس حاجه معينه بتحصل في الحقيقه وتسمع في الديجيتال، او العكس، ان انا يكون عندي عايز اطفي الانوار فانا عندي في بدوس في اللابتوب او في الموبايل ان انا هطفي الانوار، فالمبنى اللي موجود في مكان تاني خالص يتطفي في الانوار، فيبقى في ريل تايم كوميونيكيشن، في تواصل في الوقت في اللحظه في التو، من غير ما يكون انا محتاج ان انا اروح اعمل الحاجه دي بايدي، من غير ما انا يبقى في وسيط. والكلام ده برضو يعني لو محتاجين نرجع للمحاضره، هو موجود اصلا في الميكانيكا قبل ما يكون في الاركتكتشر والانجينيرنج والكونستراكشن. الميكانيكا بمعنى اللي هو في العربيات مثلا، في الماشينز، فيحصل حاجه في الماشين فتسمع عندك، والكلام ده موجود صوره منه. لو حد مننا شغال في انفراستراكشر سواء كان جي اي اس او بي اي ام، ممكن يكون اتعامل مع حاجه اسمها سكادا سيستم. فالسكادا سيستم هو يعتبر نوع من انواع، هو ابلكيشن
نوع من انواع الابلكيشنز اللي بتستخدم ليه ان انت تعمل كنترول ومونيتورنج على الاستراكشر. فعندي في بومب ستيشن حصل فيها مشكله معينه فيقول لك عايز تقفل حاجه, عايز تقفل البومب ستيشن وانت قاعد في مكانك فتقفله مثلا يعني. فده حاجه موجوده بالفعل, بس احنا بقى عايزين نعمل لها كمان موديل يكون موجود عندي بالداتا بتاعته, مش مجرد تحكم وخلاص, لا كمان عندي يكون في داتا بتتغير وبتسمع في الداشبورد وهكذا. خلينا نشوف ده. انا عندي هنا نو داتا, عندي ده زي بالظبط مظبوط زي يعني البيلدينج مانجمنت سيستم او الهوم مانجمنت سيستم, هو مفروض ان هم يكون فيهم الكابابيلتي دي ان انا اقدر يكون عندي فيه سمارت هوم او سمارت بيلدينج اقدر ان انا اتحكم فيه ويديني تقارير عنه من غير ما انا اروح اجمع الداتا بنفسي. انا عندي هنا مفيش اوض فيها مشاكل والداتا كل حاجه مظبوطه, دينجر زون زيرو. لو انا كده جيت شغلت ايه اللي حصل, فجاه عمل زوم على اوضه, جه هنا قال لي فاير الارم عندك في الدور الفلاني الاوضه الفلانيه اللي اسمها كذا حصل فيها مشكله دينجر زونز واحد والرومز الداتا بتاعت الرومز اللي فيها الدينجر كذا. في الريل تايم وانس انا حصل مشكله في المبنى سمع عندي في البيلدنج بتاعي في الماب بتاعتي, فعملت زوم على اكستند معين, عمل من جوه الجي اس ومن جوه البي ام عمل زوم على المبنى او اليونت الاسيت اللي حصل فيها مشكله من جوه المبنى عشان خاطر تبدا انت تاخد الاكشن بتاعك. في سؤال, هل الديجيتال توين ممكن يكون مفيد للفيلد كولكتنج داتا للفريق اللي بيشتغل في المكتب؟ يعني في ناس بتنزل في السايت بتجمع داتا وفي ناس قاعدين في المكتب. يعني من الحاجات اللي بتبسط جدا ان يكون السؤال بيجي في نفس اللحظه اللي المفروض يتقال فيها الحاجه, ده معناه كده ان السيكونس بتاع المسلسل بتاع الفيلم بتاعنا ماشي مظبوط. حالا عندنا الاجابه على السؤال بتاع حضرتك ده. الديجيتال توين مش بس ليه بري ديفاين سيناريوز, كمان ازاي الاسيت هترياكت في حاله نيو انفورميشن ماشين ليرنينج. مظبوط, ما خلاص بقى ما انا عندي بقى عندي فيه داتا, بقى عندي فيه ريجستري داتابيز داتا سيت كبيره اكيوريت موجود فيها كل الداتا بتاعتها, اقدر ان انا اعمل اللي انا عايزه. عايز اعلمه ان هو يبيهيف بشكل معين لو لقيت يعني حاجه جديده, خلاص اقدر اعلمه ده. بس ما كانش هينفع ده من غير ما يكون عندي فيه الداتا اللي هي متمثله في البي اي ام وفي الجي اس. السؤال بتاع باشمهندس عبد اللطيف كان بيتكلم عن الفيلد كولكتنج داتا, ودلوقتي بنتكلم عن الفيلد اوبريشنز. انا عندي دلوقتي المشروع بتاعي سواء كان في مرحله التنفيذ او خلينا نركز هنا في ان انا عندي الانفراستراكشر بروجكت بتاعي او المدينه بتاعتي خلاص خلصت و بنعملها بس اوبريشن. فعندي ان انا اقدر طالما انا عندي اقدر اربطها بسنسورز, الاسهل كمان ان انا اقدر اربطها بموبايل ديفايس. فلو عندي فيه زي ما كنت بتكلم مع كان باشمهندس سعد الله من شويه لما كان بيتكلم عن كان سؤاله عن حته المساح اللي بيرفع الداتا وهو واقف في الموقع وازاي ان هو ممكن تترفع دايركت على السيستم. فممكن بالموبايل ديفايس تقدر ترفع الداتا دي دايركت على السيستم وانت موجود في السايت, مش محتاج بقى ان انت تجمع الداتا وبعدين ترجع تدخلها في السيستم. يعني هو الابلكيشن اللي عارضينه ده يا باشمهندس, يعني هو ده يعني انا والتيم عاملينه, يعني ده مش فيديو من على الانترنت. طيب ايه كمان ممكن نستفيد بيه؟ نستفيد بيه ان انا اقدر اعمل, يعني كان من شويه كان في الباشمهندس منى كانت بتسال على الاندور المباني من جوه, اقدر كمان ان انا استفاد من البي اي ام موديل الموديل بتاعي مع القدره بتاعت النافيجيشن والراوتنج بتاعت الجي اس ان انا اقدر اعمل اندور نافيجيشن. انا عندي الموبايل ما يقدرش ان هو يجيب لي مكان معين جوه مبنى, لا
لكن انا اقدر باستخدام الاثنين الجي اي اس والبي اي ام ان انا اقدر اتعامل يعني اعمل نافيجيشن سيستم لمبنى جوه مبنى. كان باشمهندس عمر سليم مشكورا في العدد الثالث من مجله ذا اكسبرتس مجله الخبراء. باشمهندس عمر سليم كان كاتب مقاله عن الاندور بوزيشننج سيستم، ازاي ان انت تستخدم الداتا بتاعتنا بتاعت البي اي ام والجي اس عشان خاطر تقدر تعمل نافيجيشن جوه مبنى. بالظبط، يعني نقدر نعمل ده فعلا يا باشمهندس. يعني مثلا انا عندي دلوقتي في المنشاه بتاعتي، المبنى بتاعي، الانفراستراكشر اسيت بتاعتي، المدينه، وعندي ده كده انا قاعد في مكاني، وفي ابلكيشن انا عايز اساين تاسك معينه لحد من الفريق وهو مش موجود عندي، هو يعرف وهو واقف في مكانه ان هو عنده التاسك الفلاني. فهنا مثلا ايه، انا قلت الاساينمنت تايب هو هيعمل كليننج ولا انسبكشن، يعني هينظف ولا هيعمل صيانه ولا هيبدل اسيت معينه، اقول مثلا انسبكشن. الانسبكشن دي احنا ممكن نكون بنشوفها مثلا في المولات او في بعض، حتى في اماكن الشغل هتلاقي مثلا زي ورقه كده موجوده على باب الحمام، هو عدى وشاف الحمام نظيف ولا مش نظيف، الحاجه مظبوطه ولا مش مظبوطه، فدي مثلا تاسك انسبكشن مثلا، او انسبكشن على اسيت، على حاجه ليها علاقه بالستراكشر نفسه. طيب فانا جيت هنا عملت اساين لهشام، قلت له ان البريورتي بتاعت التاسك كذا، ممكن ادي له بقى المكان الكوردينتس. انا هنا مثلا مجرد ما انا دوست على المكان في الماب هو عارف على طول المكان فين، وراح وجاله التاسك واتبعتت له. طيب هنا انا عندي، لو ناخد بالنا في الداشبورد موجوده عندي هنا، ان انا عندي فيه 3 تاسك اسايند وعندي فيه 2 تاسك كومبليتد. فكده انا جالي المكان اللي انا هروح له اللي المفروض هشتغل عليه، ف او انا يعني بعت المكان للشخص لهشام عشان خاطر هو يروح ينفذ، فهشام هيجي له ان هو عنده تاسك على الموبايل، يعني ده منظر بقى الموبايل تاسك انسبكشن، فهيقول يعني هيفتح التاسك. فالتاسك فتحت له فورم، المفروض الفورم دي بتاعت الانسبكشن، فيبدا بقى يجمع الداتا اللي هو بيجمعها، يعمل زي بيعمل زي سيرفي اللي هي زي الفورم كده اللي بيعدي بيها. الفكره ان الفورم اللي هو بيملاها دي مش مجرد فورم موجوده في داتابيز، لا دي موجوده متسجله في نفس على نفس الفيتشر على نفس الاليمنت اللي انت اللي عامل عليه الانسبكشن، فبالتالي بقت متخزنه عندي ان المكان الفلاني اتعمل عليه التاسك بتاعت الانسبكشن الفلانيه. نرجع هنا هنلاقي ان انا عندي بقى في هنا تو تاسكس بس الاساينت، وبقى في 3 كومبليتد، وهنا برضو سمع وهنا زاد عندي التاسكس الانسبكشنز اللي اتعملت على الروم رقم 22. باشمهندس بيقول ينفع انتجريت مع بيم 360 ولا لا؟ يعني خلينا نوضح حاجه، الابلكيشن اللي موجود قدامنا ده ابلكيشن يعني معمول بكود، ده مش حاجه موجوده كوميرشال، معمول ب اس جافا سكريبت اي بي اي، طبعا الموديل معمول بالريفت، و الماب لو فيها اي داتا فهتكون معموله من ارك جي اس برو. للناس اللي بتسال عن اسامي المنتجات، يعني انا حاولت النهارده اكون مركز اكتر على الكونسبت اكتر ما اكون مركز على البرامج. يعني الحاجات اللي حاليا بتشغل يعني اللي نقدر نحقق من خلال الانتجريشن، الثلاثه برودكتس دول بتوع اوتوديسك، هو عندي فيه انفرا وركس وسيفل 3 دي وريفت. الانتجريشن بتاعه يعني اقدر اتعامل مع الجي اس، وخلينا هنا نتكلم يعني نحدد بقى ان احنا بنتكلم على ارك جي اس اللي هو يعني، وممكن يكون مننا سمع قبل كده عن ارك جي اس. ارك جي اس هو مش هو الجي اس، ارك جي اس هو البلاتفورم بتاعه ازري، شركه ازري، زي ما عندنا شركه اوتوديسك كده
عندها في ريفيد، وده كان من كام سنه كان بيسم كان نسيت الاسم، كان اسمها حاجه سوت، كان اللي هي دلوقتي بقى اسمها اي سي كولكشن بيلدينج سوت، اللي دلوقتي بقى اسمها اي سي كولكشن. فدي مجموعه البرامج الايه اللي هي الفريم ورك بتاع اوتوديسك. شركه ازري زي اوتوديسك كده، هي شركه عندها شويه برامج، ارك جي اس هو الفريم ورك بتاعها. فارك جي اس ده برنامج من برامج الجي اس، مش هو جي اس زي الريفيد والبي اي ام. الريفيد تول، البي اي ام هو التكنولوجيا او الكونسبت. فال 7 3 دي يقدر ان هو يقرا من الارك جي اس ويقدر يصدر له الداتا من دايركت. الريفيد ما يقدرش يقرا من الارك جي اس دايركت، بس الداتا بتاعته تقدر تدخل جوه الجي اس دايركت. الانفر وركس يقدر انه ياخد من الجي اس ويصدر له. وبالنسبه للسؤال بتاع باشمهندس عماد بيتكلم عن البيم 360، بيم 360 هو مؤخرا في 2021 في يعني الكونفرنس اللي بيتكلم عن حاجات اللي ليها علاقه ب 2021، المفروض ارك جي اس 2 هيقدر ان هو يشتغل على الموديل اللي مرفوع على الريفيد موديل اللي موجود على بيم 360. ومن الحاجات اللي مخطط ان هي تتعمل في المستقبل في الجزء بتاع الانتجريشن ما بين برضو ازري واوتوديسك، ان هيكون في برودكت اسمه ارك جي اس جيو بيم، المفروض ان هو هيحقق الانتجريشن على الويب فريم ورك بتاعت ازري والويب فريم ورك بتاعت اوتوديسك. لسه شكل الانتجريشن مش واضح، بس المفروض ده برودكت هيطلع قريب بيحقق الانتجريشن ما بين الويب بتاع اوتوديسك والويب بتاع ازري. اعتقد ان هيكون في جزء متعلق بالبيم 360، لكن الانتجريشن اللي موجود حاليا مع ما بين الجي اس والبيم 360 ان انا اقدر من جوه الارك جي اس برو اتعامل اجيب البيم موديل بتاع الريفيد من جوه بيم 360. ماذا لو ان انا عندي الشغل بتاعي كان كاد، وده موجود في مشاريع كتير، يعني انا ما اقدرش ان انا استفاد من الجي اي اس غير لما كان انا الشغل بتاعي ان انا من البدايه بقى عامل انتجريشن وعامل الحاجات الكتيره دي وعامل الحاجات دي كلها. لا طبعا انا ممكن يكون عندي المشروع اصلا معمول كاد، وده اقدم صوره من الصور بتاعت الانتجريشن ما بين الجي اي اس وما بين الاركتكتشر والانجينيرنج والكونستراكشن. طيب لو انا عندي فيه كاد داتا، الكاد داتا دي طبعا ما تبقاش جيو ريفرنسد. يعني ايه جيو ريفرنسد؟ ملهاش يعني مرجعيه جغرافيه، يعني ما بتبقاش نازله في مكانها كده، ممكن تبقى نازله حاجه عامله كده وكلها كاد ما ينفعش ان انت تعمل فيها اديت. لكن تقدر تعريف جغرافي مظبوط، تقدر انك تحول الداتا بتاعت الكاد للجي اس، هي بتتقري بس ما ينفعش ان انت تعدل فيها او تحط داتا زي ما احنا كنا بنشوف في البدايه. فنقدر ان احنا نحول من الكاد للجي اس، وبعد وسواء حولنا او قبل ما نحول احنا نقدر ان احنا نعمل ارجاع جغرافي، او نقدر ان احنا نوقع الكاد داتا في مكانها جوه الجي اس فريم ورك. والكلام ده موجود من زمان، يعني الكلام ده مش جديد، الكلام ده من سنين طويله قوي ان انا اقدر اتعامل مع الجي اس داتا جوه الفريم ورك بتاعت يعني اي فريم ورك بتاعت جي اس سواء كانت ازري او غير ازري، كلهم بيفهموا كاد، واقدر ان انا احول من الكاد داتا للجي اس. طبعا الجزء الدرافتنج ممكن يكون مرهق شويه، بس اتوقع مع الوقت ان هيكون في تولز، يعني هو في حاليا تولز بتعمل ده بس ما بتبقاش دقيقه وبتبقى معتمده على دقه الرسم في الاوتوكاد اصلا. مع الوقت هيكون اعتقد ان دي هتكون من التاسكس اللي هيكون في تولز بتعملها، حته الكونفرجن ما بين الكاد والجي اس، بس لغايه اللحظه دي لسه ما فيش حاجه اكيوريت انف. كان ملخص كده عن اللي احنا كنا بنتكلم عنه، خصوصا عن جزء الجي اس، ان انا عندي الجي اس هو سيستم اوف ريكورد، هو عندي داتابيز ليها جزء فيجوال وليها جزء مربوط بداتابيز. في كل اليمنت موجود في الرسمه، لو انا بتكلم على اي اليمنت من الاليمنتس اللي في الشبكه موجود لي ريكورد موجود في الداتابيز، اقدر ان انا اعمل كونكتيفيتي
رولز ما بين الاليمنتس اللي موجوده في الشبكه وبعضها، اقدر ان انا اتاكد من صحه البيانات، اقدر ان انا كمان احقق انتجريشن ما بين البي اي ام كتكنولوجي بقى مش كبروسيس مع الداتا بتاعتي جوه الجي اس. فانا ممكن اعتبر الجي اس ده الداتا بيز بتاعتي الكبيره، يعني لو اعتبرنا البي اي ام هو البروسيس الكبيره فالجي اس هو الداتا بيز الكبيره اللي بتحتوي البي اي ام، والبي اي ام هو البروسيس الكبيره اللي بتحتوي الجي اس. طيب عندي في وان داتا بيز او بقى اللي بنسميها الجيو داتا بيز، لان خلاص بقى فيها الفاكتور بتاع الجيوغرافي والكووردينيتس. نبدا من البدايه في مرحله البلاننج بالمسارات بتاعه الشبكه بتاعتي في الجي اس، ندخل المسارات وشكل الارض من الجي اس للبي اي ام عشان نقدر نعمل الديتيلد ديزاين بتاعي، ناخد الديتيلد ديزاين بتاعي عشان خاطر نبدا نعمل مرحله البيلدينج والكونستراكشن، خلصنا نبدا في المرحله الاطول من عمر المشروع وهي مرحله الاوبريشن او استخدام المبنى اللي ممكن يتبعها بعد كده اي تعديل، فنحتاج ان احنا نبدا نعيد السايكل بتاعتنا من جديد. يبقى بقى عندي هي وان بلاتفورم بتشمل كل الداتا بتاعت المشروع من البدايه للنهايه كبي اي ام بروسيس، و الداتا بتاعتي كلها موجوده جوه الجيو داتا بيز اللي هي الجي اي اس سيستم بتاعي، موجود في البيز مابس او الخرائط الشكل الموجود عندي، اقدر ان انا اخد الداتا بتاعت المساحه، الشبكات، المباني، لو انا عندي فيه هيدروليك اناليسيس تحليل هيدروليكي معمول على المنشآت بتاعتي، لو انا بتكلم على شبكات ميه او صرف، لو عندي فيه ديزاين للمنشآت بتاعتي سواء بقى كنا بتكلم هنا على مباني على طرق كباري او حتى شبكات تحت الارض، والاركايفنج سيستم اللي انا عندي يكون عندي فيه الهيستوري بتاع كل حاجه عندي زي ما كنا بنتكلم على اداره الملكيه بتاعه الاراضي. وكده يبقى انا عندي السايكل بتاعتي موجوده، حققت ان انا عندي فيه نسخه ديجيتال موجوده اقدر ان انا ادير بيها المدينه بتاعتي طول الوقت باكثر قدر من التفاصيل. كده انا خلصت ده يعني لو عايزين تلاقوني على السوشيال ميديا في الاكونت بتاعي اسمه هشام جمال ظفر على اي بلاتفورم من البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا. انا في جروب اسمه بروجرامينج فور بي اي ام ده بنتكلم فيه عن التوبكس المتعلقه بال التكنولوجيز المرتبطه بالاي اي سي. عندنا في تو جروبس ثانيه، في جروب هكتبه لكم في هو اسمه في الشات عربي جي اس ادكيشن، ده تقريبا يعتبر اكبر جروب للجي اس في الوطن العربي بنتكلم فيه عن المواضيع المتعلقه بالجي اس والتكنولوجيز المربوطه بيها. عندنا في جروب ثاني اسمه عربي بروجرامينج ادكيشن ده للمهتمين بالبرمجه، ودي للشانل بتاعتنا في كوميونتي على اليوتيوب هتلاقوا فيها كورسز متعلقه بالبرمجه، كورس متعلقه بالبي اي ام، كورس متعلقه بالجي اس، او حتى يعني ممكن تلاقي مش كورس كامله بس ممكن تلاقي محاضرات وممكن تلاقي كورسز على حسب التوبيك اللي حضرتك مهتم بيه. لو عندكم اي اسئله، في سؤال هنا بيقول نقدر نحول من الخريطه من جي بي جي او كده للجي اس؟ نقدر ان احنا لو انا عندي فيه ساتلايت ايمج او صوره واخد سكان من خريطه قديمه مثلا اقدر احولها للجي اس، بعملها شف بشفها على الجي اس او بنسميها ديجيتايزنج، واقدر ان انا احول من الكاد للجي اس، يبقى عندي جي اس داتا اقدر ان انا اقسمها لليرز واحط البيانات بتاعه كل اليمنت موجوده عندي على الداتا بتاعتي. في اي اسئله ثانيه؟ شكرا لكم جدا. لو في حد عنده اي اسئله اتفضل. باشمهندس هشام، في حد كان بيسأل على موضوع الـ Open Street Map
مع الجي اي اس، هل في ربط بينهم؟ الاوبن ستريت مابس من سنين طويله هو تقدر تستخدمه مع اي بلاتفورم بتاع جي اس، ان هو الاوبن ستريت مابس هي كروس وهي محققه انتجريشن، تقدر تستخدمها اي سوفت وير بتاع جي اس، كان وان جي اس، كان جلاس جي اس، كان ارك جي اس، وتقدر تستخدمه كمان جوه بلاتفورم بتاع بي اي ام. لو نتكلم مثلا على اوتو ديسك، نتكلم على سيبك دي او انفرا بوكس، و اوبن ستريت مابس. تمام. الميزه بتاعتها ان هو ان هي فور فري، فما بتحتاجش ان انت يعني مثلا المابس فري، ممكن لو انت عادي يعني اشتغل بشكل ليجل فما بتحتاجش تشتريها. داتا بتاع جوجل عند ليميت معين هتحتاج ان انت تبدا تشتري، بس هي 100% فري. شكرا لفريق جيم إيريديا على التعب ده، وشكرا يعني انك دايما بتسكروا نوصل الحاجات الجديده ناس، لان غصبا عننا مفيش حد بيعرف يقف قدام التكنولوجيا، بنحاول نقاوم دايما التكنولوجيا بتكسب، سواء بعد كانت حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه، بس ده دايما اللي بيحصل. فاحنا عايزين نعمل تامين كده، زي سواء نزل اوبر في السوق فصوت الكوست ده زعلوا، بس في ناس سواقين تاكسي معاهم ايه راح مغير ودخل التاكسي مع كريم، احنا بقى عايزين نعمل ناخد الناس دي كلها ناخد التاكسي بتاعنا وندخل مع التكنولوجي مع كريم بس كده. شكرا لكم جدا وشكرا لكم. يا ريت يا جماعة ما ننساش تسجيل الحضور، اللينك موجود في الشات.